أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته.
والله عليم حكيم والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُنْفِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم maksud ayat yang kita baca sebentar tadi ialah dan mereka meminta kepadamu yakni Muhammad agar azab itu disegerakan padahal Allah tidak akan memungkiri janjinya dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1,000 tahun menurut perhitunganmu dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya kerana penduduknya yang zalim kemudian aku azab mereka dan hanya kepadaku tempat kembali segala sesuatu katakanlah wahai Muhammad wahai manusia sesungguhnya aku di utus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata maka orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemahuan untuk beriman mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahanam dan kami tidak mengutuskan seorang rasul dan tidak juga seorang nabi sebelum engkau Muhammad melainkan dia mempunyai suatu keinginan syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang berhati keras dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam pemusuhan yang jauh
dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawa Al-Quran itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan orang-orang kafir itu sentiasa meragui Al-Quran hingga kematiannya datang kepada mereka di saat yang tiba-tiba atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qudu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadu به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل حات ونفس بعدد كل ما حلم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى حق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.